دارت الأيام والليالي، فعاد شهر القراءة والكتاب الذي صنعه وبادر إليه وزير الثقافة السابق محمد صالح هارون إلى الواجهة في نسخته الثانية التي صادفت هذا العام شهر الكتاب والقراءة الدولي. مناسبة انطلاقة نشاطات شهر الكتاب والقراءة الدولي للعام 18 و2000 قد حضرتها قاعة المكتبة الوطنية التي وفد إليها الكثير من المهتمين بالكتاب والقراءة ورواده. رئيس اللجنة المنظمة لشهر الكتاب والقراءة للعام 18 و2000 نوتشو أبو في كلمته أشار إلى أن فعاليات هذا العام تزامنت مع الشهر الدولي للكتاب في شهر نوفمبر، وذلك في مختلف أنحاء العالم. وزيرة الثقافة والتنمية السياحية مادلين إلينغي في خطابها الافتتاحي قالت بأن شعار شهر الكتاب الدولي لهذا العام وضع بعنوان القراءة المسرحية، مؤكدة بأن عنوان هذا العام له صلة بالتطور الأدبي والثقافي لتشاد، وأن رؤية رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في عهد الجمهورية الرابعة التي مفادها العمل والتغيير من أجل التنمية يجب أن تكون مرافقة بمعرفة تشاديين القراءة والكتاب، ليسمح لنا بإعادة إنشاء الأشخاص والمجتمعات حتى يمكننا التفكير والعمل معا. كما تخللت المناسبة أيضا فقرات مسرحية تحكي عن أهمية هذا الشهر وارتباطه بالكتاب والقراءة وما سيحققه من نتائج وأهداف مرضية. هذا ونذكر بأن شهر الكتاب والقراءة تم اعتماده بقرار وزاري أرخ في 5 من شهر يونيو للعام 17 و2000، وذلك بغية نشر ثقافة القراءة في أوساط المجتمع.